حسناً الآن هذا يكفي. أوه أمي، كيف استطعنا أن نشرب دماء هذا العدد من الناس؟ حتى أننا لم نلاحظ هذا. هذا طبيعي، فنحن مصاصي دماء. أوه يا إلهي، إنها الشرطة. هذا سيء للغاية، يجب علينا أن نهرب بسرعة. يا لها من زهور جميلة جمعتها، سأفرح أمي بها. ألا ترون أمامكم؟ ما بكم؟ سامحني، دعني أساعدك في جمع الزهور. هاتها. ليلى ما بك؟ هيا بنا نهرب سريعا. توقفوا، سامحني، علي الهروب. إلى أين؟ أنت أيها الولد الشقي، هيا بنا إلى الشرطة، هيا أمامي. ماذا فعلت؟ ما بك؟ أبعدي يديك عني. أي شرطة هذه؟ هذا في قسم الشرطة، هيا بنا. لا، ما رأيك أن نخرج للصيد يا عزيزي سام؟ لا يمكننا فعل هذا يا عزيزتي، نحن مصاصي دماء، أنت تعرفين هذا. أنت محق، لكن أشعر برغبة شديدة، منذ 100 عام لم أتذوقه. أمي، أبي، مرحبا، ماذا لدينا على الفطور؟ فطائر طازجة. رائع، أنا أحب ذلك. بالمناسبة، أين هو بن؟ هل لازال نائما؟ هل تنتظرون أحداً؟ لا أبداً، سأذهب لفتح الباب. لم أفهم، ما كان هذا الشيء؟ فيوليتا؟ مرحباً يا أختي، لم تتوقعي رؤيتنا هنا؟ أنت ما الذي تفعلينه هنا؟ هل ما سمعته صحيح؟ لقد سمتك تلك الفتاة بأختي، هل هذا صحيح؟ نعم، هذه هي فيوليتا. أنا أيضاً سعيدة برؤيتك، سنبقى هنا لبعض الوقت إن لم يزعجك هذا. لا، لا مكان كاف لدينا. لا عليك، سنجد مكاناً، وبالمناسبة تعرفوا على أولادي إيتن وليلى. مرحباً. وما رأيك بهذا؟ أنا لا أعرف، كنت أعلم أنكم ستوافقون، لقد كنت دائماً مصاصة دماء جيدة وطيبة يا سيوزي. هيا يا أطفال نتفحص المنزل. لكن رائع. صدقوني سيكون هذا ممتعا. هذا مذهل. أمي، نحن لسنا بحاجة إلى سكان إضافيين بالإضافة إلى غرابتهم. يجب أن نكون حذرين معهم، لا تقلقوا، سنفكر في حل ما. أرجو ذلك. ماذا؟ في أي سجن؟ سأحضر حالا. إلى أين هو ذاهب؟ لا أعلم، لقد قال شيئا بخصوص السجن. هذا مذهل، يا لها من غرفة جميلة. لطيفة جدا لدرجة أنه لا يمكنك العيش هنا. فعلا، انظر إلى هذه الوسادة على شكل سمكة قرش ووردية اللون أيضا. هاي، أعيدوها إلى مكانها، من سمح لكم بالدخول إلى غرفتي؟ اخرجوا. نحن قررنا بأنفسنا فعل هذا. وأنت لن تقومي بأمرنا بالتأكيد. أنتم الضيوف في هذا المنزل. هل سمعت شيئاً يا ليلى؟ هل مصاصة الدماء الطيبة هذه تحاول قول شيء؟ لا يا إيتن، لم أسمع شيء. فلنذهب. يا لهم من مجانين، كم أرغب بأن يرحلوا سريعاً من هذا المنزل. لكن لا بأس، أفكر بحل ما. وأين بين؟ كم يجب علي أن أنتظره أنا؟ كيف لي أن أخرج من هنا؟ أطلق سراحي. لا، وإذا فعلت هذا؟ حسناً، ما هذا الاستعراض؟ اجلس مكانك. لا بأس، لكنني سأخرج من هنا. الجميع يقولون هذا. بن، ما الذي تفعله هنا؟ ما الذي فعلته يا بني؟ أخبرني. أبي، لقد ورطوني في هذا. سنتحدث في المنزل، أطلق سراحة. حسناً، فوراً قدموا طلباً في البداية لكي يطلق سراحة ابنكم وينتهي الأمر. ياه، يا لك من عديمة الفهم. أطلقي سراحة ابني فوراً، افتحي القفص وأطلقي سراحة ابني. سأطلق سراحة ابنكم. سأفعل هذا بنفسي. متى سأتعلم التنويم المغناطيسي؟ ستتعلمه يوماً ما يا بني، هيا بنا من هنا. هيا بنا. ما الذي يفعله القفص هنا؟ حسناً.
إن هذا مذهل، بينما أنا أختها دون مأوى. لدى سيوزي كل شيء هنا. فيوليتا، أنا أرى كم أنت سعيدة حقاً برؤيتي يا أختي. جداً، قولي لي الحقيقة الآن، هل جئت إلى هنا لتفسدي حياتي؟ لا، كيف أمكنك أن تفكري في هذا؟ وأنت لم تتعلمي الكذب حتى الآن. سيوزي، لقد احترق منزلنا بالفعل. وأنت لم تجدي حلاً سوى الحضور إلى منزلي هنا يا فيوليتا؟ طبعاً. لا، لكنك أنت يا أختي. لم نتواصل منذ وقت طويل. نعم، منذ تلك اللحظة التي تنازلت فيها عن العائلة. أنت تعلمين كيف كان الأمر في الواقع. بالمختصر، يجب عليك الانتقال من هنا بأسرع وقت. نعم نعم، بالتأكيد سننتقل، لكن خلال شهر أو شهرين. لقد حذرتك الآن. أبي، أرجو منك ألا تخبر أمي بهذا. لقد كان مصاصو الدماء مجانين. لم أفهم الذي حصل حينها. لقد فهمتك. ما هذا؟ ما الذي يفعلونه هنا؟ أوه، يا لها من صدفة جميلة. نحن نعيش هنا. ما الذي تعنينه بكلمة تعيشون؟ أبي، ما الذي يعنيه كل هذا؟ سأشرح لك كل شيء لاحقا يا بني، اهدأ. اسمعي، هو نفس الشاب، هل هذا صحيح؟ نعم. لقد تم اعتقالي بسببهم هم، ألا ترى؟ عذراً، لم نكن نرغب بتوريدك بهذا. صدقاً، هذا ما فهمته. حقاً، هذا التعارف لم يكن جيداً، يجب أن يكون أفضل من هذا. يحدث هذا؟ أين بين؟ إما، أيمكنك أن تشرح لي ماذا يحدث في المنزل؟ أين كنت يا بين؟ تحدث أبي عن سجن ما. هذه قصة طويلة، المهم ألا تعرف أمي. أخبريني، ما الذي يفعله هؤلاء الاثنان هنا في منزلنا؟ لقد جاءت خالتي لزيارتنا ومعها أطفالها. توقفي، ماذا؟ لدى أمي يوجد أخت؟ تخيل هذا، أنا أيضا كنت مصدومة، لكن عائلتها لا تعجبني أبدا. ولا تعجبني أيضا، يجب طردهم من هنا. هل أنت موافقة؟ نعم بالتأكيد، يجب أن نضع خطة. ساعدني. ما الذي تفعله فيوليتا هنا؟ لا أدري. سام، يجب علينا أن نفكر بطريقة ما لكي ترحل فيوليتا وأطفالها بأسرع وقت. بالتأكيد، وبالمناسبة لما لم تخبريني سابقاً أنه يوجد لديك أخت؟ أنا لم أتواصل معها منذ زمن طويل، إنها قصة طويلة. وأنا لست على عجلة، لذا يمكنك أن تخبريني. هيا. هل ستتفهم؟ هل تسمع هذا؟ ما الذي يحدث هناك؟ لا أعرف، هيا بنا لنرى هذا. هاي، ما الذي تفعلونه هنا؟ توقفوا عن هذا فوراً، ما بكم؟ نحن لا ننوي الإنصات لما تقولانه، من الأفضل أن تذهبوا وتدرسوا. كم سئمت منهم حقاً؟ نعم، أوافقك الرأي. بن، انضم إلينا، هذا ممتع جدا. لا، فهو لن يقوم بهذا، هل فهمت؟ سنرى هذا لاحقا. فليصمت الجميع على الفور. أوبس. ما هذه الفوضى الذي هنا؟ أمي، أبي، لقد طلبنا منهم أن يتوقفوا عن هذا لكنهم لم ينصتوا. أنتم غير مهذبين، لماذا تتصرفون هكذا؟ تعالوا هنا سريعا أيها الأولاد. فلنسرع. لا يمكنني تحمل هذا طويلاً. اهدأ يا عزيزي. ويخترعون أشياء لذيذة. أمي، هل ناديتنا؟ تذوقوا هذه الدماء، ما رأيكم بها؟ إنها ليست حقيقية. ليست لذيذة أبداً، كيف يمكنك شرب هذا؟ وأنا أفكر في هذا أيضاً. فيوليتا، ما الذي تفعلينه؟ أسكب هذه الدماء السيئة المقرفة، كيف يمكنكم أن تشربوها؟ هذا مقرف. وهذا يعجبنا. ونحن لا نذهب للصيد. كيف هذا؟ يا إلهي، يبدو أنك أصبحت إنساناً عادياً مع مرور الوقت. نعم، وهذا يعجبني. أنا أشعر بالملل. أمي، دعينا نذهب للصيد. هيا بنا. أنتم لن تذهبوا إلى أي مكان. ولماذا تمنعنا؟ هذا لأنني لا أريد أن يعرف بين وإيما ما هو الصيد الحقيقي الآن.
ألم يذهب ولا مرة للصيد؟ يا له من أمر مضحك. هذا منزلي وهذه قوانيني الموضوعة هنا. إذا كنتم تريدون العيش هنا فلن تذهبوا للصيد أبداً. حسناً حسناً، لا داعي للعصبية، هيا بنا يا أولاد. كان يجب فعل هذا. اسمع يا إيتن، أقترح تعديل بعض الأمور في غرفة أختنا إيما بينما هي في المدرسة، نحن نعدل. أعتقد أنها ستغضب من هذا كثيراً. لا أعتقد هذا، بل أظن أنه سيعجبها كثيراً. أنت انظر فقط إلى هذه الفساتين الشنيعة، أنا كنت لأكون سعيدة فقط إذا ساعدوني في التخلص من هذا. حسناً إذن، هذا يعني أن هذه اللوحة ليست مناسبة هنا أبداً. انظر، فستان شنيع آخر، ها هو، هكذا أفضل بكثير. وهذه الحقائب اللطيفة أيضاً. هذا صحيح، وماذا يوجد هنا أيضاً؟ هذا. يا إلهي، ما الذي تبحثين عنه هنا؟ لقد قررت أن أتفحص المنزل، غرفتك هذه جميلة وممتعة نوعاً ما. حسناً، أنا لا أريد أن تتواجدي هنا أبداً، اخرجي من هنا هيا. سأذهب سأذهب، لكن لدي سؤال واحد، سيوزي دائماً طيبة هكذا أم أنها تتظاهر؟ ما هذا السؤال؟ إنها أطيب مصاص دماء في هذا العالم. هذا مثير، وهل هي أخبرتك لما لا نتواصل منذ زمن؟ لا، لم يتسن لها ذلك، فقد بدأ أطفالك بالتخريب. أتساءل، أي قصة ستخبرك في هذه المرة؟ ما الذي تعنينه؟ نحن لا نتواصل لأن هناك... هاي، من فعل هذا؟ ما الذي يحدث هناك مجدداً؟ لماذا يا أختاه؟ لم تخبري زوجك بهذا قبل أن أفعل هذا أنا. الآن سأسبب الكثير من الخلاف. ما هذا الكابوس الآن؟ إيما، ما الذي حدث؟ أبي، انظر ما الذي فعلوه بغرفة هؤلاء الأطفال. يا لها من فوضى. حتى أنهم تمكنوا من إفساد فستاني المفضل لدي يا أبي. لا بأس، سنجد حلاً ما. وماذا يحدث؟ أوه يا إلهي، يبدو أن أطفالي تجاوزوا حدودهم قليلاً. فيوليتا، أنا أطلب منك ألا يتكرر هذا أبداً، هل فهمتي؟ سأتحدث معهم بخصوص تصرفاتهم. لا أظن أن هذا سينفع مع هؤلاء الأطفال. أبي، أنا أريد أن يرحلوا من هنا فوراً. أنا أريد هذا أيضاً، وأمك تريد هذا أيضاً، لكن حالياً هذا غير ممكن. يا له من يوم رائع، والكرز شهي جداً. أوه، مرحباً بنك، كيف حال مزاجك؟ ليلى، قبل أن تأتي كان رائعاً. بن، لماذا تغادر فوراً؟ لأنني لا أريد التحدث معك أبداً. لقد كنت أريد أن أعتذر لأنني ورطتك في شيء لا يعنيك نهائياً. شكراً، لقد أراحني هذا كثيراً الآن، يجب علي أن أذهب، وداعاً. يبدو أنني لن أكسب صداقته مهما حاولت. هو يا أختي، هل أنت حقاً تتسكعين مع بين؟ لا، أنت تظن ذلك وما حاجتي إليه أنا، لا أحتاجه. حسناً حسناً. الحمام عند سيوزي رائع ومريح جداً، وجلسات الاسترخاء ستكون ممتازة، لكن يجب أن أطلب من سيوزي أن تشتري بعض الماسكات الدموية الإضافية حيث أنني استهلكتها بالكامل. هي أنتم، لما تطرقون الباب هكذا؟ كم يمكن الجلوس هناك؟ لا يمكنني الانتظار، لا يمكنني الانتظار. فيوليتا، هل أنت من كنت في الحمام؟ طبعاً، فمصاصي الدماء يجب أن يهتموا بجلدهم أيضاً. نعم، لكن يمكنك الاهتمام بوقت ليس هناك حاجة فيه للحمام، هل تفهمين؟ لا بأس، يمكنك أن تتحمل. أيها الرقيق، كيف أمكن لسيوزي أن تختارك؟ يبدو أنه لا أحد. إما، هل أنت واثقة من أن خطتنا ستنجح؟ وهل لدينا خيارات أخرى؟ يجب علينا أن نورطهم بشكل ما. ماذا سيحصل إن رأى أبي أننا نحطم المكتبة؟ لا تقلق يا بين، لن يلاحظوا شيئاً، سنعمل وفق الخطة. حسناً. آه،
أظن أن هذا يكفي. أوافقك الرأي. لم يعد بإمكاني شرب هذه الدماء المريعة. يجب أن أخرج سريعاً للصيد. من الممكن ألا يلاحظوا كيف الآن سأهرب. أمي إلى أين؟ أنا سأذهب لأتنفس هواءً نقياً فقط. لست ذاهبة للصيد، صحيح؟ لا يا بني، بالطبع لا، فلا يسمح لنا بالذهاب للصيد. حسناً، هذا يكفي. فعلاً، إنها لا تتقن الكذب أبداً. لا عليك، دعينا نذهب لنشاهد في المنمى. عزيزي، لقد وجدت فستاناً رائعاً لنفسي. ما هذا؟ ما هذه الفوضى؟ مجدداً هؤلاء الأطفال، كم سئمت من هؤلاء؟ ماذا هناك يا بن؟ ممتاز، لقد نجح كل شيء. رائع، لقد قلت لك أن أمي ستظن أنهم هم من فعلوا هذا. أجل، علينا الانتظار. أبي بعد أن يرى هذه الفوضى سوف يغضب جداً، أنا أعلم هذا. أتخيل هذا. يا لها من دراما رائعة حقاً. ميا، لا يمكنني أن أتركك تذهبين بهذه السهولة دون أن أفعل أي شيء. أنا مضطرة. لا. هذا مقرف جداً، مصاصي الدماء الحقيقيين لا يشاهدون هذا. إيتن، توقف عن هذا، ماذا لو أعجب بي أحدهم؟ من الذي يمكنه أن يعجب بك؟ أنت مريع. شكراً، أفضل إطراءً لمصاص الدماء. هل تسخرون مني؟ هل أنت غاضبة لأننا أخذنا حاسوبك لوقت قصير؟ سنشاهد الفيلم فقط وسنعيده. هذا يكفي، فأنتم تفهمون تماماً عن ماذا أتحدث. بصراحة، ليس تماماً. فنحن لم نفعل شيء أبداً. وتحطيمكم لمكتب سام، هل كان بالنسبة لكم مساحاً أيضاً؟ ماذا؟ لم نقم بتحطيم شيء أبداً. وأيضاً مكتب السيد سام بالتحديد. هل ستتوقفون عن الكذب يوماً ما؟ إنكم تماماً مثل والدتكم. سوزي، ما سبب هذا الصراخ؟ فعلاً يا سام، فأنت لم ترى بعد هذا الكابوس أيضاً. لم أفهم. هؤلاء الاثنان حطموا مكتبك تماماً. ماذا؟ مكتبي المفضل؟ كله إلى هذا؟ سيد سام، لكننا لم نفعل هذا. نعم، فقد كنا طوال الوقت هنا وكنا نشاهد هذا الفيلم. هذا يكفي، توقفوا عن الكذب. إذا تكرر هذا مرة أخرى سوف أطردكم إلى الشارع دون نقاش، هل فهمتم؟ سام، انتظر، توقف. أنا أظن ذلك، أم أن أحدهم قرر توريثنا بشكل جدي. حتى أنني أتوقع من يمكن أن يكون. يجب التحقق من هذا وإثبات أننا لم نفعل هذا أبداً. لدي فكرة، تعالي معي. إيتن، لماذا جئنا إلى هنا؟ إذا لاحظوا أننا هنا سيظنون بالتأكيد أننا من فعل هذا. انتظري. حسناً. أوبا، إن بن وإما ورطوا أنفسهم بأنفسهم. ما الذي تعنيه بهذا؟ انظري إلى هناك. لم أتوقع أبداً أن يكون موجوداً في مكتب السيد سام كاميرا. أجل، ونحن بحاجة للتسجيل لإثبات أننا لم نقم بتحطيم شيء هنا. إيتن، أنت عبقري، لكن أسرع قبل أن يدخل أحد إلى هنا. ها هي ذا، كل شيء جاهز. هذا ممتاز. أجل، يجب توريطهم مرة أخرى لكي نتخلص منهم إلى الأبد. هذا سيكون سهلاً جداً. مرحباً يا رفاق. نحن سعداء برؤيتكم. هل ترغبون بكوكتيل؟ حقاً لقد انتهى حظكم سيء اليوم. لقد ورطتمونا بشكل رائع. لقد أربكنا هذا في البداية. أربككم هذا؟ لكن مصاصي الدماء يمكنهم توريط الآخرين. لكنكم لم تأخذوا بعين الاعتبار أمرًا مهمًا جدًا. ما هو؟ يوجد في الغرفة كاميرا مراقبة، وعلى هذه الفلاشة كل الإثباتات ضدكم. تم كشفنا. وقريبًا أهلكم سيعلمون أن أطفالهم الأعزاء ليسوا جيدين لهذه الدرجة. أعطني هذه الفلاشة، هيا بسرعة. اهدأ اهدأ، لا تحلم لن أعطيك إياها أبداً. كم هو جيد أن تكون صغيراً وسريعاً. أعطني إياها فوراً. لا لا، إنها معي. هاتها. هاتها. ما الذي يحدث هنا بالضبط؟
أبي؟ ليلى وإيتن يسيئون إلينا. نعم، حتى أنهم ضربونا. كنت قد حذرتكم. إنهم يكذبون. لا تصدقهم أبداً. أطفالي لا يمكن أن يكذبوا، نحن لم نربيهم هكذا. أوه يا إلهي، وما الذي يحدث هنا؟ فيوليتا، أين كنت إلى الآن؟ أنا كنت أتنزه. أرى هذا من هذا الدم الذي على شفاهك. حسناً، لقد سئمت منكم جميعاً، ارحلوا من منزلي الآن على الفور، هيا. أنت محق يا أبي. هذا ما يستحقونه. انتظروا، يمكننا أن نثبت أننا لم نفعل شيئاً من هذا. لا أريد سماع أي شيء، اذهبوا من هنا، هيا. لا بأس، سنجد منزلاً آخر، هيا يا أولاد سنغادر. يجب أن أذهب وأخبر سوزي عن هذا، هيا. كم انتظرنا هذه اللحظة كثيراً يا بن. اليوم أفضل أيام حياتي، وأخيراً رحلوا، يا للسعادة، أحب هذا. يجب أن تكون بلا ضمير عندما تطرد أختك إلى الشارع. لا يمكنني أن أصدق أن بن أمكنه أن يفعل هذا. لكن لا تقولي يا ليلى أنك معجبة بمصاص الدماء الرقيق ذلك. لا، ما الذي تقوله؟ لست معجبة بأحد. نعم نعم، أعلم هذا. حسناً أيها الأولاد، توقفوا عن الشجار، نحن بحاجة لنجد مكاناً للعيش. افعلوا ما تريدون، لن أترك هذا يمر مرور الكرام. كل هذا جيد، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ لقد ورطنا بن وإما حتى أننا حصلنا على إثباتات. لماذا لم تروها لسام وسيوزي حتى ينال أطفالهم العقاب المناسب؟ هم يستحقون هذا. لم نرهم إياها لأن سيد سام قام بدهس الفلاشة وحطمها أيضا. هذا سيء جدا، ولا يوجد نسخة منها؟ بالتأكيد، بقي على الكمبيوتر الفيديو نفسه. كيف كنا نغفل عن هذا؟ يجب علينا أن ندخل إلى المنزل سريعا. لكن كيف؟ هذا هو السؤال. سنستخدم الطريقة القديمة المجربة من خلال النافذة. ماذا لو أنهم لم يرغبوا حتى بسماعنا؟ سيسمعوننا، أين سيهربون من هذا؟ هيا إلى العمل يا أولاد. بن، كم كان هذا رائعاً. أنا مصدوم من أنهم رحلوا بهذه البساطة. هذا نصر رائع، يمكننا الاحتفال الآن. لقد طردناهم من منزلنا، والآن يمكننا العيش بسلام. هذه العائلة مجنونة تماماً. لا يمكنني حتى أن أفهم كيف يمكن أن تكون فيوليتا أخت أمنا. أنا أيضاً لا أفهم، فهم مختلفون كثيراً عن بعضهم. أتساءل لماذا لم تتحدث عنها أمي، ولماذا لم يتواصلوا حتى الآن؟ لا أعلم، يجب أن نسألها في وقت لاحق عن هذا. أما الآن دعنا نذهب لشرب الدم بمناسبة نصرنا. هيا، نحن الفريق الأفضل. ما الذي تقوله؟ هل طردتهم ببساطة؟ حتى أنني لم أقم بتوديع أختي وأبنائها أبداً. لا بأس، لكننا الآن سنعيش بسلام. هذا مؤكد. أنتم متأكدون؟ فيوليتا، ما الذي تفعلونه هنا؟ لقد قلت لكم كل شيء، ما الذي لا تفهمونه إلى الآن؟ انتظروا، قبل أن نذهب نود أن نريكم فيديو مسجل على كاميرا المراقبة الموجودة عندك، إنه على كمبيوترك. ماذا؟ هل فتشتم في كمبيوتري؟ وهذه الكاميرا لا تعمل منذ زمن طويل، أليس كذلك يا سام؟ إنها في الحقيقة تعمل، لقد أصلحتها منذ زمن. هذا جيد، لذلك افسحوا لنا المجال لنريكم كل شيء، وسنرحل بعد ذلك. حسناً، لكن بسرعة، هيا. ستفاجؤون من الفيديو الذي سترونه، متأكد. إذا كان هذا مقلب جديد؟ سيوزي، هذا ليس مقلباً. سأريكم كل شيء الآن. هيا، إننا جميعاً بالانتظار. إيتن قد وجد التسجيل وسيبدأ بالتحميل الآن فوراً. أتساءل ما الذي يحدث الآن؟ هيا يا إيتن، شغل الفيديو. لا تقلق يا بن، لن يلاحظوا شيئاً، نعمل حسب الخطة. حسناً. أنا حقاً مصدومة. لا أستطيع أن أفكر، فقط أن أطفالنا يمكنهم فعل هذا، نحن لم نربيهم هكذا أبداً. نعم نعم، قلنا لكم لم نفعل ذلك. مع أن أطفالي يسمونهم مصاصي دماء أشرار، لكنهم لا يفعلون كل هذا الشر. ربما فقط القليل من هذا. لنذهب يا عزيزتي، يجب أن نتكلم مع أطفالنا حديثا جدي بخصوص هذا. أنا متفقة معك تماما في هذا، هيا. لم أتوقع هذا من أطفالي سيوزي،
فعلاً يا أمي. يثير اهتمامي كيف ستكون ردة فعلهم الآن. دعونا نذهب لمشاهدة هذا العرض. إما، بن، تعالوا إلى هنا بسرعة. أيها الأطفال، نحن بحاجة للتحدث إليكم بشكل جدي، هيا. وليكم بشكل صارم أكثر. أنا مصدوم حتى الآن من غبائهم، فهم لا يتقنون توريط البشر. أنا أيضاً، كيف كان بإمكانهم ألا يلاحظوا الكاميرات؟ أين أنتم؟ لماذا تصرخون هكذا يا أهلي؟ هل حصل شيء ما؟ ولماذا هم هنا؟ فيوليتا، إيتن وليلى كانوا قد رحلوا. لم يرحلوا. لم تتوقع هذا صحيح؟ حسناً، فليخبرنا أحدكم ما الذي يحدث هنا. نحن ننتظركم هنا ونريد أن نتحدث إليكم. وبشكل جدي تماماً. عن ماذا؟ أمي، أتمنى أن يرحلوا فقط. ليس الآن. لم أفهم، أبي قد طردهم. ومن ثم غيرت رأيي، هل تتخيل هذا؟ نعم، وسنبقى طويلاً هنا. عائلة مصاصي دماء كاملة، ما يمكن أن يكون أروع من هذا. أخبرونا، لما ورطتم إيثان وليلى؟ هيا أخبرونا. نحن لم نورط أحداً يا أبي. نحن لسنا هكذا حقاً، لم نفعل هذا. لكن لا داعي للكذب، فنحن لم نربيكم بهذا الشكل. نعم، هي على حق، لقد ربيناكم أطفالاً أذكياء وطيبين، وليس كأطفال كاذبين. لكننا لا نكذب يا أبي. ما بكم الآن؟ ألا تصدقون أطفالكم؟ لو اعترفتم كان أفضل. لا داعي للإنكار يا رفاق، فالسيد سام والسيدة سوزي شاهدوا الفيديو من كاميرات المراقبة. لذلك يكفيكم كذباً. كيف أمكنكم هذا؟ لقد صدقناكم. لكن هذا يكفي، لا أريد أن أسمع أي تبريرات، هل فهمتي؟ حسناً يا أطفال، أنتم معاقبون، ممنوع عليكم لقاء أصدقائكم مصاصي الدماء. لكننا بذلنا جهدنا. فأنتم أيضاً لم يكن يعجبكم العيش معهم. نعم، لم نكن سعداء، لكن لا يجب التصرف هكذا مع الناس وبالتحديد مع الأقارب. نعم، وتعودي يا إما، من الآن ستكون ليلى جارتك في غرفتك الخاصة. ماذا؟ لكنني لا أنوي العيش معها يا أمي. لم يأخذ رأيك أحد، هل فهمتي؟ إما، انتظريني. لم أتوقع هذا التصرف منك يا أختي العزيزة. نعم، سوزي هكذا، يمكنها أن تكون صارمة في الأوقات المطلوبة. فيوليتا يا رفاق، سامحوا أطفالنا أرجوكم، إنهم حقا طيبون جدا، لكن يبدو أن شيئا ما أثر عليهم. لا بأس، نحن لسنا غاضبين. بالإضافة إلى أنكم تعرفون الحقيقة الآن. وماذا تريدون أن تقولوا لنا أيضا؟ وسامحونا لأننا حطمنا غرفة إيما ذلك اليوم، فعلاً نحن من فعل هذا. لقد فهمنا ولن نفعل هذا مجدداً. لا بأس، فكل شيء على ما يرام، فنحن عائلة. وهكذا، لما لم تخبروني يا فتيات؟ لماذا لم تتواصلوا طوال هذا الوقت؟ لا رغبة لدي في تذكر الماضي. لا عليك يا سيوزي، بكل الأحوال يجب أن تخبريه. لا بأس، لقد كنا سابقاً أفضل أخوة على الإطلاق. ومن ثم بدأت عائلتنا بالقيام بأعمال سيئة كثيرة، فقررت أن أرحل من المنزل. وأنا قررت البقاء. يا إلهي، لم أكن أعلم بهذا أبداً. وهكذا فقدت الاتصال مع العائلة، وعندما جاءت فيوليتا إلى هنا كنت مصدومة حقاً. لقد كنت أعلم أنني سأصنع لك مفاجأة. قد نجحت في هذا. حسناً يا فتيات، من الجيد أن كل شيء عاد إلى مجرى. هذا يعني أنه بإمكاني أنا وأطفالي أن نعيش معكم في المنزل بعد الوقت؟ بالطبع. أمي؟ أبي؟ ما الذي تريدونه الآن؟ هل لا، لقد قلت أن هذا سيحدث يوماً ما. ماذا إذن؟ هل سنذهب؟ سنذهب، لكن الجميع سوف يستمع لما أقوله أنا كبير العائلة. موافقون. هذا يا إلهي، ما هذا؟ أنا لا أعرف ماذا حدث، لماذا تصرخون هكذا؟ ما بكم؟ لدينا طلاب جدد في الكلية. وليكن، لهذا أنتم خائفون جداً؟ إنهم مخيفون وغريبون جداً. اركضي معنا يا إما، أفضل لك، لا يجب أن تبقي هنا. بالتأكيد، أنا لن أذهب معكم إلى أي مكان. فكروا في شيء ما، لن أقع في حيلكم مرة أخرى، المرة الأخيرة في المقهى. حسناً، أسمعوا خطوات، هيا اهربوا. لنهرب. قد نكون محاصرين. لقد قطعنا شوطاً طويلاً.
أتساءل ممن هم خائفون؟ ما الذي يحدث هنا مرة أخرى؟ انظر ماذا حدث، أنا تقريباً لا علاقة لي. رائع، يا إلهي من هذا الشاب الوسيم؟ والآن كم يجب علينا الانتظار بعد؟ أرى أنك وجدت ما تفعليه هنا، من الواضح أنك لن تسمحي بخروجهم. إنها أخته، كم هو مثير. بالطبع، أنا هنا لمدة 15 دقيقة، أنا بحاجة إلى شيء للتسلية. أنا لم أشك في ذكائك. وهكذا فعلوا ذلك الشيء الآن، وكان أسهل مما يبدو. سأجدكم ولو كنتم في نهاية الأرض، لا يمكنكم الاختباء عني. هذا الوسيم، أشعر ببعض الجاذبية الغريبة تجاهه، بحاجة لمعرفة المزيد عنه. انظر إلى هذه هي، أترينها؟ إنها هنا. فتى جميل بعيون حمراء. مساء الخير يا أولاد، أريد أن أقدمكم إلى شخص ما الآن. أن تعرف الآن رجاءً على طلابنا الجدد. مرحبا، أنا إيتن. وأنا أخته فيوليتا. ما هذا الذي على وجهك؟ هذه دماء؟ يا إلهي! والآنسة لويزا؟ إلى أين؟ أنا اليوم قلت لك لا تذهب للصيد في هذا الصباح، أرأيت لم يتم الأمر جيداً. لا تقلقي أبداً، حسناً الآن، لم يلاحظ أحد سوى المعلمة. أو لا، ليس هنا، هؤلاء الشبان الغريبون لا يمكنهم الدراسة معنا. هذا لا يمكن أن يكون أبداً. ما هذا؟ أنتما صامتان؟ هل أنتما خائفان؟ لا تقلقوا أبداً، نحن لا نعود إلا إذا طلبتم ذلك. أولا توقفي يا أختي، يبدو أنهما خائفان. حسناً، لنكن أصدقاء. لماذا أنت باردة جداً؟ باردة كالثلج. اسمي هو إيما، إنني مهتمة بكم يا أصدقاء. إيما لا تخشى شيئاً على الإطلاق، هذه الفتاة غريبة جداً. نعم يا إيما، نحن نعرف اسمك. هيا إيما اذهبي. هل فقدت عقلك ما بك؟ ولكن ما الخطأ الذي ارتكبته يا فيوليتا؟ أي هذا مؤلم. حسناً الآن نحتاج إلى المغادرة لبضع دقائق، سنعود قريباً. من الجيد أنهم غادروا الآن. صحيح. على الرغم من الألم في يدي فهم يعجبوني حقاً. نعم حسناً، أنت مختلفة عنا. أوافقك الرأي. أصمتوا، يجب الانتباه منها الآن. يا إلهي. يا أختي، تكريماً لنجاحنا بالصيد اليوم أعددت وعاء دم كامل. عن أي نجاح تتحدث إيتن؟ لم نفعل أي شيء حرفياً بعد. تم الانتهاء من النقطة الأولى الآن، وتحولنا إلى مراهقين وذهبنا إلى الكلية. أنت محق، تكلم يا أخي. إنه لذيذ جداً. بالتأكيد، إنه دم طازج. أنت هنا الآن، أعدك بهذا الآن، لن أسمح لك بالبقاء هنا أبداً. أخي، يجب التذكر، نحن في مهمة لا وجود للحب فيها. نعم أنا أتذكر، وأنا لست بحاجة إلى علاقة الآن. لقد راقبتك ولاحظت الطريقة التي نظرت لها فيها، أنا أتذكر هذه النظرة منذ 100 عام. لا، فقط لا تذكريني بهذا، لقد كان خطأ. حسنا أخي، لا أريد أن نواجه مشاكل في المهمة. أنا أعدك، كل شيء سيكون بخير. هذا عظيم، هل تشم هذه الرائحة؟ نعم، إنها رائحة السحر. أوه، لقد أحسوا بي، يجب أن أختفي فوراً. يجب أن نغادر حالاً. لنغادر من هنا. صديقتي، ماذا بك الآن؟ بماذا تفكرين؟ أنت مشتتة منذ نصف ساعة في نفس النقطة، فلتأكلي شيئاً. نعم، لا يمكنني إخراج هذا الشاب من رأسي،
إنه غير طبيعي، هادئ ووسيم جداً. هل فقدتِ عقلكِ؟ إما لا تتجرأي على التفكير فيه. لماذا ذلك؟ هل هو يعجبكِ أنتِ أيضاً؟ لا، لم يعجبني. أنا فقط أعتقد أنه يخفي شيئاً، والتعامل معه يمكن أن يكون خطيراً. أستطيع أن أشعر به. حقاً؟ أما أنا وجدته ممتعاً جداً. إنه غير طبيعي. إذاً لماذا خفتِ منه؟ أوه يا فتيات، هل أخفتكم؟ آسف على ذلك. أنا فقط لم أعتد على حقيقتي أن لدي قوة لا تحصى. نعتذر، ونحن بالفعل في عجلة من أمرنا الآن. سيوزي اذهبي أنت، أنا لا أريد ذلك. أوه لا. اذهبي أنت، لا أريد ذلك. حسناً، ما الذي حدث؟ إنه نوع من السحر. لنذهب الآن يا إما. لقد خافت سيوزي مني بالفعل. هذا طبيعي، ستعتاد على ذلك. أوه، ليس كل ما أحتاجه الآن. أين يمكن أن أضعه الآن؟ هاي، لقد جررتني بقوة لدرجة أنك كسرت ظفري. أعتذر، أرجوك سامحيني، لكن كل هذا من أجل مصلحتك أنت. كيف يمكنني أن أصلح خطأي؟ أحضري لي ضمادة، لقد ملأت الدماء إصبعي. دماء؟ من قال الدم؟ ماذا تفعلين أنت في غرفتنا هنا أيضاً؟ هكذا، إنه عمل للبحث عنكم. لماذا إذن اختبأت خلف الستائر؟ لا يهم. إما، هذه دماء على إصبعك، صحيح؟ أو لا، إما أركضي قبل أن تفعل شيئاً. ماذا؟ لا أفهم. لتأتي إلي يا حبيبتي، أنا سأساعدك. أوه يا إلهي، توقفي. ما الذي حدث للتو؟ أيتها اللقيطة، سأوريك كيف تأخذين فريستي مني هكذا. أخذت فريسة؟ ماذا؟ نعم، لقد نسيت الآن. نامي، هذا أفضل لك. هيا إما، هل أساءت لك بشيء ما؟ إنه طبيعي، أما أنا حقا لم أفهم ما حدث هناك. إما، كوني أكثر حذرا، أنا هنا الآن وسأحميك دائما. لم أقابل مثل هؤلاء الرجال من قبل. نعم فيوليتا، لقد أتت إلى غرفتنا، ثم هاجمت إما أيضاً. لقد خفت كثيراً. نعم، هؤلاء الأشخاص الجدد غريبون جداً. علاوة على ذلك، لقد فقدت الوعي ولا أتذكر أي شيء على الإطلاق، واستيقظت في الصباح. إنه بالفعل سيء تماماً. هذا ما أتحدث عنه الآن. انظري، نحن بحاجة ماسة إلى معرفة من هم حقاً. لنسرع. يبدو أن هؤلاء يمكنهم مساعدتي. مرحباً سام، هيا لنركض بسرعة. نعم صحيح، ومن أين أتيت؟ لا، لستم بحاجة إلى معرفة ذلك. بلا تفاصيل، أهم شيء الآن يمكننا مساعدة بعضنا البعض. اسمع، نحن لا نتحدث مع الغرباء مثلك أبدا، وأيضا تبدو غريبا جدا لدرجة أنك بالفعل غير مريح. حسنا انتظرا، ولكنني لست بهذه البساطة. أبراكادابرا. الآن تفضلوا هذا. سام، هيا لنركض بسرعة. لنذهب، أنا كل هذا لا يعجبني على الإطلاق. لا شيء، ولكن سيكون كل شيء على ما يرام. الآن سأجعل نفسي صغيراً، مع أن عمري 750 عاماً. اعتدت أن أفعل مثل هذه الأشياء في الرياضة. مرحباً إيتن، كنت أبحث عنك للتو. إما، أهلاً بك. أود فقط أن أشكرك على تواجدك دائماً عندما أحتاج للمساعدة، وهذه لك. واو، شكراً. الأمر لم يكن يستحق، هذا من أعماق قلبي. بالمناسبة، أردت أن أخبرك أنك تعجبني جداً، أنت جميل.
إنه نمطي. اسمعي هذا الشيء، نحن لن نكون معا. حقا؟ لماذا ذلك؟ إنها قصة طويلة للأسف، لا أستطيع إخبارك بها في الأساس. لا أريد أي علاقة. أنا لست معتادة على الاستسلام، أهوى لذلك. يبدو أنني أخفقت في هذا. أعتقد أنهم مجرمون خطيرون هربوا من السجن ليسرقوا منا. مستحيل، لو كانوا مجرمين فإنهم سيختارون كلية يذهبوا إليها الأغنياء، هذا واضح، إنهم ليسوا كذلك. أنت محقة، لذلك لا أعرف ماذا يريدون منا. مرحبا بكم، هل أدخل أم لا؟ بالطبع أنسة لويزا، تفضلي. يا أولاد، نحن بحاجة ماسة الآن إلى معرفة هؤلاء الطلاب الجدد، وعندما أراهم أصابوا بالقشعريرة حقا. نحن نتحدث عن هذا الآن. بالفعل هناك خيارات، لذلك لا يمكننا الفهم. أعتقد أنني وعدت شخصا هكذا من قبل بضع سنوات، ولدي فكرة أيضا، يمكننا أن نجد الجواب هنا. جلد بارد وأيضا وجه شاحب وعيون حمراء، أيضا الملابس الداكنة والعطش الدائم للدماء. يا إلهي، إنهم هم. إذن يا أخي، كيف النجاح في مهمتنا؟ لم أبدأ بعد، آسف، كانت هناك أمور تحتاج إلى الإسراع، وإلا ينتابني شعور سيء. انتظر، هل تسمع ذلك؟ نعم أسمع. مرحبا يا أمي، تخيلي لدينا مصاصو دماء حقيقيون في الكلية الآن. عرفت سيوزي كل شيء، أخبرتك أنك بحاجة إلى القيام بشيء بسرعة، اسحبها على الفور هيا. لحظة واحدة. نعم أنا في صدمة. لقد وقعت يا فتاة، تعالي. ها هي هنا الآن. كيف عرفتما؟ من فضلكما لا تلمساني أبدا. لقد تأخرتي. لن أخبر أحداً أبداً عن ذلك، أعدكما. ما كان عليك أن تتبعينا أبداً. مصاصو الدماء لا يصدقون وعود البشر، نحن بحاجة للتخلص منها. التخلص؟ ماذا تريدان أن تفعلا؟ سترين هذا. أولا، مرحباً بك في عالمنا. لماذا تأخرت هكذا؟ أخيرا لقد وصلت، كنت سأتصل بك الآن، أين كنت؟ أنا لا أتحدث إلى الناس العاديين مثلك. ما خطبك يا صديقتي؟ ماذا حدث لك الآن؟ أنت تخيفينني جدا. وليكن، فقط لا تقولي أنك مصاصة دماء الآن. وأنا أحذركم أيضاً، لو وافقتم على التعاون معي في ذلك الوقت يا رفاق ما كنت لأسمح بذلك أبداً. لا. يا له من شاب مسكين. إيتان، لم يكن لدي شاب رائع مثلك من قبل. انتظري، هل نحن نتواعد الآن حقاً؟ نعم، هل من مانع لديك؟ لا مانع لدي، فأنا أهتم بك أيضاً. اتفقنا إذن. إيتان، ما الذي تفعله؟ ما بك أنت أيضاً؟ إيما، لماذا فعلت ذلك الآن؟ أنت لماذا فعلت هذا؟ قلت لك بوضوح لا حب في هذه الكلية، فهمت؟ وبسببك كل خططنا ستنهار قريباً. أعرف ما الذي وعدت به، لكنها مميزة، وأنا متأكد من أن إما لن تسبب لنا أي ضرر. إما أن تتركها أو سأفعل كل شيء حرفيا لإخراجك من عائلتنا بسرعة. تبا لك. هاي إما، أنا أحتاج لإعادتك الآن. أنا آسف أن كل هذا حدث، لسوء الحظ لن نكون معا، سوف تستيقظين ولن تتذكري من أنا أبدا الآن، لكن أنا حقاً أحببتك بكل صدق. إيتان؟ أنت هنا؟ ماذا حدث بالتحديد؟ رأسي يؤلمني.
سأخمن، هل قضيت كل الوقت هذا مع إيثان؟ نعم؟ نعم؟ إيما، إنه غريب مثل أخته فيوليتا، والآن بعد أن عضوا سوزي، هي واحدة منهم الآن. هل أنت جاد الآن بما تقوله لي؟ بالتأكيد، ولدي دليل على هذا. أنا بحاجة ماسة لتحدث مع إيثان. إيما، إلى أين؟ لم أكن أعلم أن مذاق الدم جيداً حقاً لهذه الدرجة. سيوزي، تمهلي، لا تبالغي، وإلا سيكون سيئاً بالفعل. وأنا أعرف تماماً ما الذي أفعله الآن. حسناً، كنا جميعاً هكذا. أولا، يبدو أنني بحاجة للذهاب إلى الحمام الآن. أولا، أحب مشاهدة هؤلاء المبتدئين عندما يعتادوا مصاصو الدماء على حياة جديدة. إيثان، هل هذا صحيح؟ ماذا تعني؟ أنت تتذكرين من أنا؟ لقد استخدمت أقوى تعويذة لتجعلك تنسينني، هذا مستحيل. حسناً، بالطبع أتذكر، لأنني أحبك. قل لي الآن، هل هذا صحيح؟ أنت هكذا؟ أخيراً ستنتهي هذه العلاقة الآن، هم غير مناسبين على الإطلاق لبعضهم. نعم، هذا صحيح، لكن لا يجب أن تعلمي بهذا. رائع، لا أصدق عيني، حقاً أحبك. ماذا؟ لا يمكنك أن تتخيل، لطالما حلمت بصداقة مصاصو دماء. ماذا؟ لا يمكن، يبدو أن الأمور لم تسر بالطريقة التي تخيلتها. إيثان مصاصو دماء، إيثان مصاصو دماء. حسناً، اهدئي يا إيما. يبدو أنني الوحيد في هذه الكلية الذي يبقى طبيعياً. ما هذا أيضاً؟ نلتقي هنا مرة أخرى مع سام. أنت ماذا تريد مني أيضاً؟ أنت حتى لم تقيم حلي الأصلي، ولا حتى حاولت ذلك. كما تعلم، لا شيء يفاجئني بعد الآن. بشكل عام، أتيت مرة أخرى لأعرض عليكم أن تصبحوا شركائي، إنه مفيد لنا. وماذا سأحصل في المقابل؟ حياتك القديمة. وماذا علي أن أفعل؟ هذا الشيء الذي يمكن أن يساعدنا. ممتع. أتوسل إليك، أتوسل إليك، أتوسل إليك. لا، قلت لك يا إيما، أنا لست مستعداً. حسناً، فقط عضني، أريد أن أكون مصاصة دماء. بصراحة أنا لا أخاف من الألم. إيما، ليس الأمر سهلاً أبداً. هل تعرف عدد أفلام مصاصي الدماء التي شاهدتها؟ أنا واثقة من اختياري، لقد كنت أحلم بهذا. لكن كل شيء ليس رائعاً كما يظهر في الأفلام. حان الوقت للذهاب. هل ستتجنبني الآن؟ نعم أم لا؟ نعم أو لا، باختصار لا يجب أن تكوني على علم بهذا على الإطلاق. كما ترى، كان يجب أن تلتقي معي لأصبح مصاصة دماء، أستطيع أن أشعر به، أنا حقاً أشعر. لا، اتركيني. سأجدك بغض النظر عن المكان الذي تختبئ به. يبدو أن كل شيء يسير وفقاً للخطة. مرحباً بك يا أختي. مرحباً، هل أكملت مهمتي؟ لا، فقط كانت هناك مشكلة صغيرة. هل تعني أنك لم تفعل؟ إيثان، الوقت يداهمنا الآن، لا يمكننا أن نخطئ. أرجوك اسمعيني يا فيوليتا، هذا أمر جاد. لا يا أخي، أنت استمع إلي، هيا، أنت لا تفهم على الإطلاق مستوى المسؤولية، المسؤولية التي عاهد إلينا بها. هاي يا رفاق، افتحوا الباب الآن، أنا أعرف أنكم بالداخل، أريد أن أصبح مصاصة دماء. أريد أن من هذه إيما؟ إيثان، لا تقل لي إنها تعرف كل شيء أيضاً. هذا بالضبط ما كنت أحاول إخبارك به، هي مميزة ولا تؤثر بها أي تعويذات. قم بحل هذه المشكلة على الفور بأي طريقة، وإلا فستواجه مشكلات كبيرة. حسناً، لقد سمعتك، وداعاً. أوه، كم أنا متعبة من التستر عليك. إيثان، هل ستخبرني بكل شيء الآن؟ رائع. لا يا إيما، لقد أحضرتك إلى هنا لأخبرك أنك تزيد الأمور سوءا فقط. ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه الآن؟ أختي الآن غاضبة لأنك تعرفين كل شيء عنا، وهذا أمر خطير للغاية لك. لقد شعرت مؤخرا أنك لا تهتم بي، لماذا تفعل هذا معي؟ توقفي إيما عن فعل ذلك، الآن أتحدث بجدية. لا، لقد وقعت في حبك وأنت وعدتني، والآن تحاول المغادرة فقط؟ لا، أنت من وقعت في حبي. أنت لا، أنا أتحدث عن أشياء خطيرة. قلت لك أني أحبك. قال بن أنه سيساعد في تخلص من مصاصي الدماء.
هذه كلها أعذار مثيرة للشفقة، أنا لا أصدقك. إما اهدئي. إيتان ماذا جرى لك؟ شيء ما ليس جيدا بالنسبة لي. لا ليس هذا، انتظر سأقدم لك المساعدة. إذا لم يساعد الثوم في التخلص من مصاص الدماء الآن لا أعرف ماذا. سوزي ماذا تفعلين؟ ألا ترى أنا أشرب؟ بالطبع لقد نسيت أنك مصاصة دماء الآن. إذن الآن سأذكرك بهذا. من فضلك كوني حذرة من تحركاتك معي. ألا تخاف مني بعد الآن؟ وإذا كان هذا؟ لأكون صريحا ليس كثيرا، أنا أريد استعادة حياتك القديمة. أنا أعجبت بك يا سوزي. صحيح أنت معجب. إنه ذكي جدا، فعل كل شيء كما قلت له. بقي القليل وسأكون قادرا على فعل ما لم أفعله منذ مئات السنين. أخيرا عدت إلى وعيك يا حبيبي، كنت قلقة عليك. أتذكر فقط أنني شممت شيء، رائحة غريبة، وفقدت الوعي. كل شيء أصبح من الماضي، ليس عليك أن تشكرني. نعم باستثناء عضني. أنت مضحكة جدا يا إما. نعم أنا كذلك. إيتان أنا أبحث عنك الآن وأنت تستريح هنا. لقد عادت أختك المجنونة مرة أخرى. إيتان يحتاج إلى الراحة، بالمناسبة إنه يخفف التوتر. دعيني الآن يا فتاة. لا لن أسمح لك بهذا. أنت لا تعرفين حتى ما يمكنني فعله لك الآن. وأنا لا أخاف منك أبدا. إما حبيبتي أريد التحدث مع أختي. فقط من أجلك أنت. هل حقا أسميتها حبيبتك؟ أختي مهلا، لا أعرف كيف أنساها، لقد تعلقت بشدة بها. لقد حذرتك بالفعل يا إيتان. تعال هيا 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 أكثر أكثر، هيا هيا تحرك. من هنا؟ لا أحد، ربما أنا أتخيل. حسناً هيا اهجوم اهجوم هيا 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 هيا. على أي حال هذا سام لطيف. من الواضح أن هناك شخص ما في الغرفة. أعتقد أنه سمعني الآن. ألو تفضلوا. لما كنا أعرف أن مصاص الدماء متوقعين جداً يا سوزي. سام لقد اختبأت هنا عن قصد حتى تجدني أنت. صحيح، تعالي الآن سوزي. حسناً كما تقول. هل يمكنني البقاء هنا لفترة أطول قليلة؟ لا يمكنك، غادري. لماذا هذا سام؟ أنا لا أتعامل مع الخونة، لقد اخترت أن تصبحي مصاصة دماء بدلاً من صداقتي. سام؟ ماذا؟ وبعد هذا؟ لم تنجح. شرير. أنا لست شريراً، أنا فقط أحاول إصلاح كل شيء. حدث هنا. أختي لست متأكداً من أنني أستطيع فعل ذلك بهذه الطريقة. إيتان تذكر لماذا أتينا إلى هنا. أتذكر أننا بحاجة. التزم بالهدوء أيها الأحمق الآن، ما بك؟ لا يمكنك التحدث عنها بصوت عال هكذا. نعم أنت محقة في هذا. إما مجرد فتاة عادية، ستحصل على المئات مثلها. حسناً سأحاول حقاً. ولا تضعف أبداً، اذهب الآن وقل أن علاقتك بها قد انتهت. هيا. حسناً أو ربما في حال. لا يمكنك، اذهب وافعل ما أخبرتك به الآن. حسناً أنا أصدقك. إنه صغير جداً، يبلغ من العمر 750 عاماً، إنه لا يفهم أي شيء عن حياتنا. هيا أخبريني أيتها الأرواح في الحال، متى يمكنني هزيمة مصاصي الدماء هؤلاء؟ لقد بقي القليل فقط. لقد عرفت. ما هذا المكان هنا؟ هذا مكتبي هنا، خذ راحتك الآن يا صديقي. شكرا لك، بصراحة المكان غريب جدا. أنت الآن تتعامل مع ساحر جاد للغاية،
والآن كيف تسير خطتنا؟ بشكل عام سوزي، لا تبتعد عني. أتظاهر أنني لست خائفا، لكن في الحقيقة أنا خائف جدا، لأن مصاصة الدماء، أنت تعلم هذا. هذا عظيم جدا. ماذا عن صديقتك إيما؟ على حد علمي لا يستطيع إيتن رفض إيما، وهي مغرمة به كثيرا. هذه ببساطة أخبار رائعة جدا. عليك الآن فقط مواصلة العمل، وسترى النتائج قريبا جدا. حسنا. إيما، أنت هنا؟ غريب، أخبرتني قواي الخارقة أنها كانت في هذا المتجر، أين هي؟ إيتن، أنا هنا. إذن لماذا لا تجيبي؟ لقد ناديتك. حسنا، كيف أبدو الآن؟ نعم بخير. ماذا؟ ماذا حدث معك؟ إذن هل يعجبك هذا؟ أكنت أعلم أنه يعجبك. انظر، الآن نحن نبدو أفضل مع بعضنا البعض. نعم. لماذا كنت تبحث عني؟ اشتقت لي على الأرجح. جئت لأتحدث معك عن لقد نسيت بالفعل لأي سبب. هل أنت عاجز عن الكلام من ملابسي الجديدة؟ هل أذهلتك؟ شيء يشبه هذا. حسناً، نظرا لأنك نسيت بالفعل ما تريده، فسوف أتحدث أنا، وكل ما عليك فعله هو أن تعضني. أنا لا أفهم، أين إيتن؟ لا أعرف، متى سنأكل الآن؟ ونحن بالفعل جائعون. لا طعام الآن، حتى نتناقش في الأمور الهامة. يا فتيات، أنا هنا بالفعل. كم من الوقت يمكنني الانتظار؟ أتمنى أنك انتهيت من إيما. نعم، لقد انتهيت. أظن أنه قالها من دون صدق. أنا حزين فقط لأن كل شيء انتهى هكذا. لقد فعلت الشيء الصحيح. الآن يمكننا المضي قدما إلى المرحلة النهائية من خطتنا. ثم الطعام. بعد ذلك سيكون الكثير من الطعام، الكثير من المال. حسنا، سيكون جيد. أنت فقط ذكريني ما هو جوهر المرحلة النهائية. نعم، الآن أنا بشكل عام كتبت كل واجباتنا هنا، كل شيء مكتوب هنا بالتفصيل. يمكننا أن نعمل قليلاً، وخلاف ذلك إذا اكتشفت فيوليتا الأمر فلن أسلم منها أبداً. كيف؟ يجب الآن أن نخلطها جيداً. مرحباً. أوي إيما، ماذا تفعلين هنا؟ كنت أبحث عنك، ولكنك أنت لا تهتم بي أبداً. وكيف وصلت الآن؟ هنا الباب يفتح فقط عن طريق الرمز. أنا اخترقته. أنت فتاة لا تصدق. حسناً، اذهبي الآن وسآتي إليك بعد قليل. ما الذي تفعله هنا؟ ربما الآن تحتاجني. لا، هذه معلومات سرية. إذا اكتشفت فيوليتا أنك هنا ورأيت هذا لن تعرف. كذلك أغلقت الباب. كيف سنخرج من هنا الآن يا إيما؟ وأنا مستعدة لقضاء بقية حياتي هنا معك، معك أنت. إيما. بينما سيوزي وأنت مشغول بمهمتك، أنا سأتخلص الآن من الذين يعرفون سرنا. محادثة هاتفية، هذا مثير للاهتمام. أمتأكدا أنه يجب أن نستمر في التواصل مع مصاص الدماء؟ حسناً، لقد أخبرتك بالفعل أن هذا شرط أساسي. وإذا عضني شخص ما عن طريق الخطأ، لا أريد أن أصبح واحداً منهم أنا أبداً. لا تقلق، لن يعض أحداً. الشيء الرئيسي هو عدم إظهار أنك خائف منهم. حسناً، لقد فهمت. وهل يمكننا طردهم من الكلية؟ أخبرني هيا. نحن يمكننا التخلص منهم، ليس فقط من الكلية بل من العالم كله. لقد قضيت الكثير من الوقت في هذه الخطة، إنها رائعة. تتحدث عنا. حسناً، سأريك. حسناً، نتحدث لاحقاً. حسناً، إلى اللقاء. لا، فقط ليس هذا. أشعر وكأنه هنا في مكان ما. يا له من مزاج رائع الآن. أعتقدت أنني لن أجدك أبداً. فيوليتا، يا له من لقاء غير سار بيننا. أنت ماذا تفعل هنا حتى؟ وماذا تريد منا أيضاً؟ مثل ما أريد من مخططكم منذ آلاف السنين، والذي لن ينجح بالتأكيد إطلاقاً. هل تقول بأنها لن تنجح؟ خطتنا في المرحلة النهائية بالفعل؟ وأنا أيضاً.
وحيد، ولدينا نحن الكثير، لا يمكنك هزيمتنا أبداً. وأنا أيضاً لدي شريك موثوق يريد التخلص منك نهائياً. دعونا نرى من هو أذكى منا، هيا. هي إيتن، سأخبرك بهذا الآن وحالاً. ما هذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ يا أختي، أريد أن أكون مع إما. فيوليتا، لقد أخبرتك مسبقاً أن الحب شعور قوي جداً، ولن تكوني قادرة على التدخل في علاقتنا سوياً. إيتن، هذا صحيح؟ نعم يا أختي، قررت أنني لا أريد أن أصبح مصاصة دماء. هو هكذا، أحب أن أكون مصاصة دماء. سنتحدث عن هذا لاحقاً يا سوزي. صحيح، فإن فكرتك في ابتكار بوابة مؤقتة هي فكرة غبية، لأنني في هذا الزمن وجدت حب حياتي إما. هل أردت أن تخترعي آلة زمن وتغيري التاريخ كله؟ هل هذا صحيح؟ نعم، تخيلي فقط، التخلص من كل السحرة الذين لا يدعون أن نعيش بسلام أبداً. ولم تحصل على أي شيء وأنا فزت. يا سيد، أنت مخطئ، وبشكل خاص. ماذا؟ سام، ما هذا؟ لقد اكتشفت أنك تريد خداعي أنا أيضاً، لذا هذا ما يلزم. لكن كيف حصل هذا؟ صحيح، وقعت في حب سوزي حقاً. أما إيتن يحبني. حسناً، هذه فكرة سيئة للغاية، صدقوني، أنتم لا تفهمون ما تفعلونه أبداً. هاي أيها الفاشل. وأيضاً أعددنا لك مفاجأة. الآن ستصبح واحداً منا. لا، مهلاً، ابتعدوا. عضني، عضني. إما، استيقظي. سيوزي، نمت اليوم كامل، لم أستطع إيقاظك، وإن الكلية قد انتهت دروسها كلها. كم الساعة الآن؟ الساعة الرابعة ظهرا؟ أخبرتك ألا تشاهدي البرامج التلفزيونية عن مصاصي الدماء، لم تسمعي مني. حسنا، أنا ذاهبة للموعد مع سام. كان هذا حلما، كم هو رائع أن يكون لديك صديق مصاص دماء. حسنا، سأذهب لأرتب نفسي أيضا. آسف يا إما، لكنني فعلت كل ذلك من أجل سلامتك، فقط يجب أن أنتظر وسنكون معا، لذا سأحافظ على نومك وعليك أيضا يا إما. أكرر مرة أخرى، لا تقتربوا من منطقتنا أبدا، وإلا سوف تندمون على ذلك. لن نكرر هذا 100 مرة. لم يكن عليكما أن تسرقا غنيمتنا، نحن من وجدناها أولا. وما علاقتنا بهذا؟ أنكم أبطأ منا بكثير. أنا سوف أريك الآن من بيننا هو الأبطأ. حاول أن تقترب وسوف أقطع لك أذناك الكبيرتان. ألا تزعجك أنيابك يا مصاصة الدماء؟ أوه يا شبان، لقد تجاوزتم كل الحدود، سأعلمكم الآن كيف يجب أن تتحدثوا إلينا. أنت، لقد أيقظت الوحش بداخلي. احذروا أيها الخالدون. قبلنا التحدي، سنريهم من هو السيد هنا. حسنا، حاول ذلك. كالعادة لا شيء جديد، توقفوا، كم سئمت من هذه الألعاب الطفولية والتافهة جدا. قفوا هنا وفكروا مليا في أفعالكم هذه، وأنا سأذهب لاحتساء القهوة الساخنة والاستمتاع بالطقس. كل شيء يسير كما هو مخطط له، بقي شيء واحد، أن ننتظر القمر الدموي وننتهي. لا أعرف لماذا مزاجي معكر هكذا. مرحبا يا ابنتي، لماذا أنت حزينة هكذا؟ لا شيء، فقط قلقة بخصوص الانتقال إلى المدرسة الجديدة. لا عليك، فأنت ذكية جدا، ستجتازين الأمر، لا يستحق القلق يا ابنتي. لدي إحساس سيء جدا يا أمي. أنت من تتخيلين هذا، لا داعي لأن تشغلي نفسك بهذه الأمور. من الممكن أنك على حق. أنا دائما على حق يا ابنتي. إذن هذا يكفي الآن، استلقي للراحة، فغدا أول يوم في المدرسة. وإذا كانوا سيسيئون لي كما في المدرسة السابقة؟ الأطفال هناك لم يكونوا بمستواك، لا يمكنهم أن يفهموا عبقريتك، وهذه ليست المشكلة الخاصة بك. أرجو أن يكون الأمر هكذا. إذن يكفي أحاديث يا سوزي، أنت بحاجة إلى الراحة. أنا أحبك يا أمي. وأنا أحبك يا ابنتي، ليلة سعيدة. ولك أيضا. لم أنم كفاية نهائيا. نعم، وأنا أيضا،
ظهري يؤلمني جدا. اليوم سأكون طوال النهار مرهقة جدا. قلت لك إنه لا داعي لافتعال الشجارات في فناء المدرسة. لقد سئمت من أن المتحولين واثقين بأنفسهم جدا. نعم أنت محقة، فقد كانوا دائما هكذا. ربما تكونان أنتما المغرورين. لا داعي للاستماع لأحاديث الآخرين. حقا. إذن يجب عليكم أن تتكلموا بصوت منخفض. أتبحثون عن المشاكل مجددا أيها المتحولون؟ ما الذي قلته؟ كرر هذا. سأكرر هذا أنا الآن. هدوء، فلتجلسوا جميعا في أماكنكم، لدي إعلان. حسنا. هيا اجلس. نحن لم ننتهي معكما بعد، هل تفهمان؟ لا بأس، سنقص لكم ألسنتكم الآن، ونحن سنكسر لكم أسنانكم. سنرى من سيتغلب على من. وهكذا منذ اليوم ستدرس في صفنا فتاة جديدة في المدرسة. أوه، ها قد بدأت. لكن نحن لا نريد هذا. نحن هكذا على ما يرام. لم أخذ رأيكم. نحن لم ننهي أمورنا مع هؤلاء البائسين، فلما الأناس الجدد؟ وأنا لم أسألكم عن رأيكم أبدا، لقد وضعتكم أمام الأمر الواقع كما هي العادة. ونحن أيضا لم ننتظر شيئا آخر. عزيزي ماكس لا تقلق، سنتمكن من التعامل معها. تعرفوا، هذه سيوزي. مرحبا جميعا. إنها فتاة عادية، انظري إليها. ما بكم؟ أمثالها لا مكان لهم بيننا أبدا. لستم أنتم من يقرر هذا أيها الشباب، تفضلي بالدخول يا سيوزي وخذي مكانك، سأذهب إلى مكتبي. حسنا. لن يكون الأمر سهلا لهذه الفتاة البسيطة. يا فتاة أنت مريعة جدا. هاي ماذا بكم؟ لسنا سعداء بك أيتها الصغيرة. لماذا تتصرفون هكذا معي؟ المكان هنا ضيق جدا بوجودك. لكنني كنت أريد فقط أن أكون صديقتكم. نحن لسنا بحاجة إلى صداقتك، أنت لا تناسبيننا. يا لكم من أشرار، لا أشعر بالسعادة بالتواجد معكم. هذا أفضل، حتى التنفس أصبح أسهل. إذن أين توقفنا يا ذوي الأنياب؟ أخبراني. عندما ستحصلون عليه الآن. أرجو أن تكون المدرسة الجديدة قد أعجبت ابنتي. مرحبا يا أمي. أهلا بك يا ابنتي، أنا أحضر العشاء لك ولي. حسنا. ماذا أصاب صوتك يا سوزي؟ لا شيء، فقط مزاجي معكر. لا تكذبي على أمك، لا يمكنك أن تخدعي قلبي أبدا. الصراحة إنهم لم يستقبلوني جيدا في هذه المدرسة. لا تقلقي يا سوزي، فسوف يعتادون عليك عاجلا. أنت تقولين هذا دائما، لم تفهميني أبدا. عودي إلى هنا يا سوزي، فأنا لم أنهي كلامي. وأنا قلت كل ما لدي. إن هذه المرحلة الانتقالية ستفقدني عقلي مع هذه المشاكسة. الهدوء يا لويزا، الهدوء يا لويزا. يا له من يوم طويل جدا، كم أنا مرهقة، حان الوقت للذهاب إلى المنزل. مرحبا يا صوفي، لم نلتقي منذ مدة. أنت؟ يبدو أنني لن أعتاد على ظهورك أمامي هكذا أبدا. أعلم أن ظهوري ملفت، هذا يميزني دائما، أفكر بشيء جديد كي أدهشك كثيرا. أخبرني الآن، لماذا جئت؟ ماذا حدث؟ فأنا لم أقم باستدعائك. أنا أعرف هذا. إذن ماذا؟ ما الذي تريده؟ من الممكن أنك لاحظت أنه اليوم قد جاءت فتاة جديدة إلى هذه المدرسة. نعم لاحظت، فقد قدمتها اليوم للطلاب. تكلم في صلب الموضوع. لكنكم لا تعلمون ما الذي حدث، يمكنني أن أخبرك هذا بتفصيل. لا تخبرني بالتفصيل، أخبرني بالمختصر، فلا وقت لدي لسماع هذا الهراء. إنها لا تشبههم أبدا، إنها مختلفة عنهم، وقد كانوا يسخرون منها. إن هذا يحدث، ففي كل مدرسة يوجد السيئون والجيدون، هذا قانون الحياة. ألا يمكنكم أن تسمحون لي بالعمل هنا؟ ما الذي تقصده؟ لقد تعبت من الجلوس في المصباح وأريد أن أحرك عظامي. لا أعرف، لا أعرف. إنهم فقط ثلاث أمنيات، وبعد ذلك سأجلس مكاني دون الحراك من المصباح لمئة السنين. ألن تقوم بالمشاكل يا جني؟ لا، ولن تسمعي حتى بوجودي، أنا أعدكم بهذا، أرجوك.
حسناً، كل هذا بسبب طيبتي، اتفقنا. وهناك طلب صغير جداً، هل ستنقلونني إليها؟ ها قد بدأ، لكنك قلت أنك لن تسبب لي المتاعب. فقط مرة واحدة من فضلك. حسناً، لا تبكي فقط، سأساعدك. أنا متشكر جداً لك. اختبئ في المصباح وإلا سأغير رأيي للأبد. حسناً، سأفعل هذا فوراً. كم أنكم جميعاً غاليون علي. أرجو أن أكون وصلت للعنوان الصحيح. سأترك الفانوس هنا، أرجو أن ينجح كل شيء بينها وبين الجني. 3 أمنيات فقط، لا تنسى، وبعد ذلك ستعود إلي. كنت أظن أنه في المدرسة الجديدة سيكون كل شيء مختلف، لكن يبدو أن كل شيء أسوأ مما تخيلت. وماذا علي أن أفعل؟ ومن من الممكن أن يكون هذا؟ هذا غريب، لا أحد هنا. وما هذا؟ هل هذه هدية؟ يا لها من شيء مثير للاهتمام، يبدو أن هناك شيئا ما مكتوب. مرحبا يا سيوزي. من أنت؟ وكيف ظهرت هنا؟ وما الذي تفعله في غرفتي الخاصة بي؟ أنا قد جئت لتحقيق أمنياتك. لكنني لست بحاجة مساعدتك، فأنا أستطيع أن أتدبر أموري. هل أنت واثقة من هذا؟ بالطبع. إذن أنا سأذهب. انتظر، وما الذي يمكنك فعله؟ من هنا كان يجب أن تبدأي. في البداية اشرح لي من أنت. أنا جني، وقد طلبتيني من هذا المصباح، وقد جئت إلى هنا لتنفيذ رغباتك. كم هذا رائع! هل قلت تنفيذ الرغبات؟ نعم، لديك 3 رغبات، لكن لا يمكنك أن تتمني زيادة عددها. أنا لا أصدق هذا أبداً. يا آنستي، يبدو أنك إلى الآن لم تستوعب حظك وجميع إمكانياتك. أنت محق في هذا. إذا رغبت بشيء فقط اهمسي بذلك، فأنا أفضل صديق لك. إذن ها هي أمنيتي الأولى، أريد أن أصبح مصاصة دماء. مصاصة دماء، سابقاً لم يطلب مني أحد ذلك. هذا مثير للاهتمام. هذا ما فكرت فيه. أظن أنه علي أن أغيب حتى يوم الغد حتى أتأكد من هذا السؤال. ما الذي حدث للتو؟ هل أنا أتخيل هذا؟ بالتأكيد يجب أن أخلد إلى النوم، إذ إن هذا ليس واقعياً. تفضلي إلى الطعام يا ابنتي، الفطور جاهز. صباح الخير يا أمي. أوه، هل استيقظتي؟ نعم، لقد نلت قسطاً من النوم. تناولي الطعام واذهبي إلى المدرسة. شكراً، أنا لست جائعة. لكن حضرت هذا الكيك من أجلك. سأتذوقها مساءً، أنا أحبك وداعاً. وأنا أحبك يا صغيرتي، كم هي مشاكسة. إذن هل كل شيء جاهز؟ نعم، لقد حضرنا أنفسنا. لم أكن أظن أنه من الممكن أن نتصادم. العدو المشترك يقرب المسافات جدا. سنطرد هذه الغريبة من مدرستنا على الفور، وبعد ذلك يمكننا أن نتابع تصفياتنا. وافقك الرأي، لم يكن ينقصنا سوى وجودها هنا. قد لا يلاحظونني. 1 2 3 فلنبدأ. أولى. هذا ما تستحقينه. سعداء برؤيتك هنا. لكنني قد جئت للتو. هيا ارحلي عن مدرستنا الجميلة في الحال، ومن الأفضل حتى من مدينتنا كلها. فنحن لسنا بحاجة للغرباء هنا. لكنني فقط كنت أريد أن أكون واحدة منكم. ولم تفلحي في ذلك مطلقا. فعلا. تبا لكم. إنها تستحق هذا. لقد كنا فريقا لا بأس به يا رفاق. بالطبع لا، لا تتملق أيها الوسخ. ستندم كثيرا على حديثك هذا. هيا أقفل فمك. سوف نريد تماما سيطرمه الآن. هيا ابتعدا من هنا. كم سئمت من هذه الشجارات المستمرة. لو كان هناك من يستطيع أن يوعيهم قليلا. لا يجب أن يحدث كل شيء قبل وقته، يجب أن أذهب وأرى. كيف هو حال سيوزي مع الجني الذي وضعته على نافذتها؟ قد يحسن من مزاجي قليلا. كم أنا جائعة. نعم، وأنا أيضا. أردت أن أتحدث إليك يا أخي.
أنا أسمعك يا أختي. هيا. يبدو أن سيوزي غريبة نوعا ما، فهي غير طبيعية. لماذا تظنين هذا؟ لقد كانت تبدو بالنسبة لي اليوم معروفة جدا. هذا لا يمكن أن يكون، يبدو أنك تخلطين الأمور. يبدو أننا رأيناها منذ بضعة قرون مضت. لا أظن ذلك، إنك تزعجين نفسك يا فيوليتا. أشعر أنها لم تظهر عبثا في مدرستنا، يجب أن أكتشف سريعا ما الغريب في هذه الفتاة. أنا أتساءل ما الذي حدث معي بالضبط في مساء الأمس؟ من الممكن أن يكون في الكتب إجابات على أسئلتي هذه. انتباه انتباه، ففي فقر التحول الآنسة سيوزي إلى مصاصة دماء يوجد بعض القواعد. أنت هنا؟ لقد أخفتني. أنا أعرف، فهذا ما يميزني. لكي تتحولي تماماً يجب الأخذ بعين الاعتبار بضعة تفاصيل. كيف ظهرت هنا مجدداً؟ أنا أساساً لم أذهب إلى أي مكان، أنا أعيش في المصباح. نعم، كيف لم أتوقع هذا؟ يجب أن أستمع، ماذا يحدث معهم هناك؟ آمل ألا تفكر سيوزي بشيء سيء أبداً، فهذه الفرصة لا تحدث لأي شخص في حياته. إذن وهكذا يجب عليك أن تقومي بأربع خطوات أساسية لكي تصبحي مصاصة دماء. ومن أين سنبدأ؟ أعتقد أنه يجب عليك البدء من ترتيب شعرك الغامق وجلدك أيضاً. لكن جلدي جيد جداً بالنسبة لي. لم أكن لأقول هذا، من الأفضل لك أن تستمعي إلي يا سيدي. حسناً إذن خذي هذا القناع، سيساعدك في التغلب على بعض المشاكل. مثير للاهتمام. والآن يجب إلصاقه على الوجه. أتمنى أن يكون مفيداً لي. يبدو أن كل شيء لديهم على ما يرام. سأذهب إلى المدرسة لكي لا يقترف الأشقياء الذين هناك أي خطأ. لا تشكي بقدراتي يا سيوزي، فأنا جني من الجيل الثالث. أنا لم أشك في هذا أبداً. وهكذا فلنرى النتيجة النهائية. وأين هي المرأة؟ حقاً لقد نسيتها. يا إلهي، كم أنا جميلة ولطيفة، حتى إن بصري تحسن كثيراً. إنها البداية فقط يا سيوزي. وماذا بعد؟ ويجب عليك الآن أن تقومي بحل جدائلك. لا أعرف إذا كان هذا يليق بي، فأنا دائماً أطفر شعري. سيليق بك جداً. الآن تبدين أفضل بكثير يا عزيزتي. وإلى ماذا سننتقل الآن؟ سننتقل للخطوة التالية، ولكن غداً لأن أمك ستأتي قريباً ولا يجب عليها أن تراني هنا. حسناً، كم كنت أرغب في هذا. ليلة سعيدة يا سيوزي، إلى اللقاء غداً. ولك ليلة سعيدة أيها الساحر. لم ننتهي بعد. أنت مستذئب جديد يا أوسكار، يجب عليك أن تتدرب أكثر، حاول مجدداً. أوه، أنا متعب. يجب عليك أن تبذل جهداً أكبر، إذ يجب عليك أن تكون منافساً جيداً لمصاصي الدماء. أوه نعم، أوافقك الرأي. وما رأيك بتلك الجديدة؟ لا أعرف، إنها مجرد فتاة جديدة وهي لا تهمني مطلقاً وأنا لا أفكر بها. أنا أشعر أنه يوجد فيها شيء ما. يجب أن تشعر بالتعب، تدرب أكثر كي لا تزعجك كل الأفكار السيئة هذه، أفهم؟ حسناً، سوف أبذل قصارى جهدي. لا تبذل، بل افعل. 1، 2، 3، 4، 5. لن أذهب اليوم إلى المدرسة، من الأفضل أن أعرف معلومات أكثر عن هذا الجني. مرحبا سيوزي، لماذا لست في المدرسة؟ لا يهم، فأنا بحاجة لأن أكتشف بعض الأمور. حذاري من أن تضيعي الوقت، فيجب أن تحصلي على العلم. لا تقلقي، بقي القليل فقط وكل شيء سيكون مختلفاً تماماً، أنا أشعر بهذا. قومي بالاختيار الصحيح، فأنت مختارة. عن ماذا تتحدثين؟ لا شيء، أفكر بصوت عالٍ، أظن أنه يجب علي المغادرة. لا بأس. حسناً يا عزيزتي سيوزي، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا مثير للاهتمام، أحياناً الجني وأحياناً مديرة المدرسة يقولون أشياء غريبة، هذا شيء غريب. أين هي؟ من الممكن أننا قد تخلصنا منها. لا أظن أن كل شيء يبدو بهذه السهولة. ما بك، أشعر أنك قليلة الكلام اليوم. لا تعر هذا اهتماماً، فلدي الكثير من الأفكار. ما رأيك؟ هل هكذا أبدو أفضل؟
لكي تبدو مثلي بهذا الجسم أنت بحاجة لسنوات من التدريب. لكنني فعلا أبذل جهدي. لكن دائما يجب أن تبذل أكثر، فقريبا سيكون لدينا معركة كبيرة بين المستذئبين ومصاصي الدماء. ماذا؟ ما سبب هذا كله؟ هل أنت غبي أم ماذا؟ يجب على مصاصي الدماء أن يعرفوا مكانهم هنا. لكن هذا هراء. لست أنت من تقرر، عداوتنا قد امتدت لأجيال كثيرة ولن تتمكن من تغيير أي شيء أيها الصغير. أنا لا أتحدث عن نفسي. ما الذي تتمتم به تحت أنفك هذا؟ إنك تتخيل. حسناً. كم أنهم يغيظونني. قريباً سينتهي كل شيء، بقي أن ننتظر قليلاً من الوقت. أين هي؟ لا يجب عليها أن تذهب. لا يعجبني مزاجها المتقلب دائماً، فإنها لا تعلم كل إمكانياتها. يجب علي أن أتحدث إليها عاجلاً. أمي في المنزل، يجب أن أدخل سريعاً إلى غرفتي قبل أن تلاحظ أنني هنا. تعالي إلى هنا يا سوزي، هيا لنتكلم. ما الذي تريدينه يا أمي؟ فعندي الكثير من الواجبات المدرسية. تفضلي بالجلوس، ألا تريدين أن تخبريني بشيء ما؟ لا، وهل يجب علي؟ ولماذا لم تكوني في المدرسة على سبيل المثال؟ كان لدي العديد من الأمور المهمة. اسمعيني جيداً يا سوزي، هذه واحدة من أفضل مدارس هذه المنطقة، ولن أسمح لك بالتغيب عن أي من الدروس. لقد فهمت، هل يمكنني أن أذهب إلى غرفتي؟ اذهبي، لكن أرجوك لا تنجلي وراء عواطفك وفكري بعقلك بكل التصرفات. حسناً، سمعاً وطاعة يا أمي. أتمنى أن لا تكون كل محاولاتي ذهبت عبثاً. متى سينتهي كل هذا يا ترى؟ لا أدري. بعد ظهور سوزي في هذه المدرسة هناك شيء ما تغير بالتأكيد، وهي فتاة تبدو عادية جداً. أرجو ألا أندم لأنني أرسلت الجنية إليها. هاي، مرحباً أيها الجني، أنا هنا. مساء الخير يا سيوزي، هل أنت جاهزة من أجل أن نكمل عملنا الجاد؟ بالطبع، فأنا لا أستطيع أن أنتظر لحظة تحولي. إذن هذه بضعة فساتين، اختاري منها. مصاص الدماء الحقيقي يجب أن يبدو أنيقاً. يا إلهي، إن هذا مميز جداً. لقد بذلت جهد. هل يمكنني أن أختار أي فستان؟ إنها هنا لأجل ذلك. إذن أنا سوف أخذ هذا. لحظة واحدة، الآن التحول. ويا إلهي، لم أتوقع أن أبدو جميلة بهذا الشكل في هذا الفستان. بقي لدينا أمر واحد، أغلقي عينيك من فضلك. هل هذا ضروري؟ نعم، فبدون ذلك لن تصبح مصاصة دماء. حسناً، لا بأس. هناك مشكلة صغيرة في المكياج. أنا حتى أشعر نفسي بشكل مختلف. هذا لأنك أصبحت واحداً منا، فقد أصبحت مصاصة دماء حقيقية يا سيوزي. شكراً لك أيها الجني، لقد كان عملاً جيداً. لا داعي للشكر، الآن بقي لديك أمنيتان، فكري كيف تريد استخدامهم بالضبط يا سيوزي. حسناً. وأنا الآن سأرتاح بعد هذا العمل المضني. الآن قد بدأت بالفعل أؤمن بقوة السحر. إنني أشعر بالجوع الشديد. وأنا أيضاً. يجب أن نذهب للصيد مجدداً. لكن لا تتجرأ على الدخول إلى منطقتنا نهائياً. ومن قال لك أنها لكم فقط؟ ها؟ لأننا نحن هنا المسؤولين، هل فهمتم؟ هذا ما سنراه لاحقاً. مرحباً. ومن تكون هذه الفتاة؟ هذه أنا سيوزي، ألم تتعرف علي يا أصدقاء؟ بكل صراحة كلا. يا للهول، الآن قد أصبح لديك منافسة يا فيوليتا. هي يا فتاة، إذا كنت تشبهيننا جداً فهذا أبداً لا يعني أنك قد أصبحت منا. الانضمام إلى عائلتنا أمر ليس بسهل. أنا لم أكن أنوي فعل هذا. إذن قد أصبحت مثلنا الآن، لكن هذا لا يعني أنك لم تبقي مستبعدة. ألا تريدون أن تتوقفوا عن السخرية مني؟ ألم تملوا من كل ذلك؟ أيها الشباب، ما هذا الصراخ هنا؟ أنت فقط انظري إلى سيوزي هذه. إن مظهرها يبدو كالمهرج. يا إلهي، لم أكن أتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحال. لقد أصبحت مصاصة دماء، ولكنهم لا زالوا يسيئون لي. قوموا بحل مشاكلكم بنفسكم، فلدي الكثير من الأعمال. يجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه، فإن سيوزي الصغيرة هذه تبدو أذكى مما هي عليه.
اذهبي بعيداً عن هذا الصف. لا نريد صداقتك أيتها الفتاة الغيورة البائسة. لقد اخترت الجهة الخاطئة. كان يجب عليك أن تصنعي من نفسك مستذئبة. لا بأس، فبقي لدي أمنيتين، سنرى بعد ذلك ما الذي ستقولونه. ما الذي كانت تعنيه؟ لا أملك أدنى علم. فلنتابع. يا جني يا جني، أنا بأشد الحاجة إليك الآن. نعم يا سوزي، أنا هنا دائما في خدمتك. أنا فكرت في الأمنية الثانية. نعم، أنا أنصت إليك باهتمام. أريد أن أصبح مصاصة دماء مشهورة لكي يرغب جميع بصداقتي. هذا بسيط جدا، كان بإمكانك أن تفكري بشيء أصعب من هذا. كل شيء جاهز. هذا ممتاز، سنرى الآن ما الذي ستقولونه يا زملاء في هذا الصف. ما هذه الأصوات التي؟ هيا يا أمي اخرجي من غرفتي فورا. ولكن مع من كنت تتحدثين؟ أنا كنت أتحدث إلى نفسي. حسناً، لقد تغيرت نوعاً ما. ما هذا المظهر؟ الجميع يرتدون هذا، لا تعيري هذا اهتماماً يا أمي. احذري يا ابنتي، فلا يجب عليك أن تكرري ما يفعله الآخرين، فأنت لك شخصيتك الخاصة. حسناً. لا بأس، إذن اذهبي للنوم فأنا أحبك. ليلة سعيدة لك يا أمي. ولك أيضاً. هذا غريب جداً، إنها بدأت تشبه مصاصي الدماء، وهذا لا يعجبني على الإطلاق. أرجو أن تكون هذه أفعال سن المراهقة فقط. لا يعجبني أن سيوزي تشبهنا يا بن. لا تقلقي، فأنت ستكونين دائماً الأجمل فيوليتا. لا، أنا لم أقصد هذا. ما الذي تقصدينه؟ أشعر بقوة غريبة منها، أعتقد أنها أقوى منا بكثير. هذا لا يمكن أن يحدث. ثق بي يا عزيزي، أنا أيضاً لا أعرف لماذا هذا يحدث. دعينا إذن نصادق هذه الفتاة ونتعلم منها كل شيء، لا حاجة لصدها. هل تعتقد هذا؟ أظن هذا، فأنا أشفق عليها بعض الشيء. حسناً، من الأفضل أن تكون قريباً. نعم، سيكون من الأسهل السيطرة عليها. ها قد وجدناكما. وتعتبرون هذا المكان المقرف جحراً لكم؟ هيا اذهبوا من هنا. لا يجب عليكما أن تتواجدا هنا. وما الذي ستفعلانه إذا لم نرحل الآن؟ سوف نحرق هذا المكان الآن، أنتم تحت سيطرتنا. أنتما حاولا فقط. وما الذي سوف تفعلانه لنا؟ حينها سيتعجب عليكما التعامل معنا. فعلاً. لن تستطيعا اللحاق بنا مطلقاً. الآن كل الأوراق الرابحة في أيدينا. هذا ليس مرحاً على الإطلاق. يبدو أنه علينا البحث عن مخبأ آخر. أوافقك الرأي، هيا بنا. الآن سنصبح أقوى من مصاصي الدماء هؤلاء، وأخيراً سوف يسود العدل في هذا المكان. يبدو أنه يتوجب علينا أن نقبل سيوزي في فريقنا. لكن شكلها يشبه مصاصي الدماء. لا بأس بهذا، فكلما كان لدينا شركاء كنا أقوى. يوجد جزء من الحقيقة في هذا. هي حقاً تنبع منها طاقة هائلة. لقد قلت لك أنني أشعر بشيء ما، أنت لا تستمع إلي أبداً. لأنك عادة تقول أشياء غريبة جداً يا أوسكار. الآن المهمة الأساسية هي ضمها إلينا قبل أن يضمها مصاصي الدماء إليها. يجب علينا أن نسبقهما في هذه المهمة. أنا موافق. لماذا جئتم إلى المدرسة باكراً؟ ها؟ نسينا أن نأخذ رأيك يا ذات الأنياب. فعلاً فقد نسيتم هذا. كوني أكثر بساطة أيتها الفتاة. لستم من تقررون ولن تخبروننا ما الذي علينا فعله. يمكنني أن أجادلك في هذا. مرحباً جميعاً يا رفاق. أوه مرحباً يا سيوزي. أهلاً بك، هل تريدين أن تجلسي في جوارنا؟ لا، من الأفضل لها أن تجلس بجوارنا. اهدأوا واشرحوا لي، لماذا أنتم دائماً تفتعلون هذه الشجارات؟ لأننا نتقاسم السلطة. ولما عليكم فعل هذا؟ فهذا لا يملك أي معنى على الإطلاق. الأنسة صوفي تقول أن واحداً فقط يجب أن يكون القائد. ولا يمكننا أن نقرر من سيكون، ولهذا نتشاجر دائماً. لكن هذا الشجار لا معنى له أبداً. لماذا؟ أخبرينا يا آنسة سيوزي. لأنه لا فرق من هو القائد في هذه المؤسسة، يمكننا أن نطور هذه المؤسسة لدرجة أن يرغب كل مراهق في العالم بالدراسة هنا. مثير للاهتمام. يوجد شيء من الحقيقة في ذلك، وأنا أظن أنه يجب علينا أن نتحد ليعم الخير على الجميع. هل تفكرين بأن حقاً هذا ممكن؟ بكل تأكيد، وهذا أفضل قرار سيحضر لنا جميعاً ولمؤسستنا التعليمية الفائدة، سيحقق منفعة لنا جميعاً. يمكننا أن نجرب هذا. أوافقك الرأي، فنحن لم نفكر في هذا أبداً. لأنكم لا تملكون شيئاً للتفكير. توقفي عن ذلك فيوليتا. بي 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 بي.
أردت أن أسألكم أين هي الآنسة صوفي؟ فأنا بحاجة للحديث معها على الفور. لقد ذهبت إلى منزلك. قالت إنه لديها بعض الأعمال لتنجزها. إلى منزلي؟ أنا أظن أنه علي أن أعود فوراً إلى المنزل يا رفاق. هيا أسرع يا سيوزي. ونحن سوف نفكر كيف سنقوم بكل هذه الأمور. هذا رائع. إلى اللقاء. إلى اللقاء أيضاً. أين هي ابنتي؟ لم أراها منذ وقت طويل. يجب أن أخذ المصباح وأهرب من هنا سريعاً. أي وما الذي تفعلينه أنت هنا؟ لويزا، لم أرك منذ زمن طويل. وأنا أيضاً، ففي المرة الماضية قمت بتحويلك إلى سمكة صغيرة ورميتك في المحيط الكبير، وكنت أظن أنك لن تعودي أبداً. لكنك يا غبية لم تأخذي بالحسبان أنه بإمكاني أن أصادق الحوريات وأن أخدعهم وهم من حذروني. نعم، لم أخذ هذا بعين الاعتبار. من الآن وصاعداً سوف أحتفظ بك بجانبي لكي لا تتمكني أبداً من الهروب من هذا المكان. سنرى هذا لاحقاً. توقفي، أسألك مرة أخرى، ما الذي تفعلينه هنا في منزلي؟ هيا. الآن ابنتك تدرس في تلك المدرسة التي أنا أكون مديرة فيها. هذا لا يمكن أن يكون. بلى ممكن، والآن دعيني وشأني، سأخذ ما يخصني وأعدك ألا تريني بعد الآن على الإطلاق. لا يوجد هنا أي شيء يخصك أبدا. أنت مخطئة، فقد أعطيت ابنتك لعبة والآن أنا نادمة على ذلك. أمي والآنسة صوفي، ما الذي تفعلونه هنا؟ وهل أخبرت ابنتك من تكونين يا لويزا؟ أنت أغلقي فمك. أمي هل يمكنك أن تخبريني ما هذا؟ اذهبي إلى الصالة، سأنهي كل شيء هنا ومن ثم سنتحدث. لا يجب عليك أن تري هذا. حسناً. والآن يا صوفي سأحولك إلى زهور اصطناعية، سوف أضعك في مطبخي وسوف تسعدينني كل يوم، ولن أسمح لك بأن تحقق أي من مخططاتك تلك. هكذا يبدو أفضل. أمي هل انتهيت الآن؟ هل يمكننا أن نتحدث؟ نعم يا ابنتي العزيزة، أنا تحت تصرفك الآن. أيمكنك أن تشرحي لي ما معنى هذا؟ بصراحة كنت آمل أن تأتي هذه اللحظة في وقت لاحق ليس الآن. فلندخل في صلب الموضوع. أنا ساحرة منذ أجيال قديمة ولدي الكثير من الإمكانيات الخارقة التي لا تستطيعين بعد السيطرة عليها. يا إلهي، ومتى كنت تنوين أن تخبريني بهذا الشيء؟ بعد سن 18، لكن ما حدث لك لم يكن كما خططت. لقد لاحظت هذا. وبالمناسبة، ما الذي كانت تفعله هنا الآنسة صوفي؟ وماذا تحدثتم سوياً؟ الآنسة صوفي هي شريرة، إنها كانت تتظاهر فقط أنها طيبة، ودائماً كانت ترغب بأن توقع مصاصي الدماء والمستذهبين والساحرات لكي يقضوا على بعضهم البعض وتصبح السلطة بيد الألفيين فقط. لهذا إذن مصاصي الدماء والمستذئبين طوال النهار في شجار دائم. لكن لماذا هي لم تعطهم فرصة للقضاء على بعضهم البعض إلى الآن؟ لأنها كانت بانتظار القمر الدموي، فقط حينها يمكن القضاء على الجميع. كم أن كل شيء معقد. وكنت أمل أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، حيث أنه قبل بضعة مئات من الأعوام لقد تخلصت من صوفي، لكنها تمكنت من الخروج، واليوم للأسف أجبرت على أن أستعمل إمكانياتي السابقة. بالمناسبة لقد حللت كل مشاكل المدرسة، لقد وصلنا اليوم إلى نتيجة مرضية للجميع في إعادة بناء العلاقات بين الجميع. أنا سعيدة جدا في أنك نجحت في هذا يا ابنتي العزيزة، لقد كنت أعلم أنه أنت فقط من سيضع كل هذه الأمور في أماكنها. على حد علمي أن منصب مدير المدرسة أصبح شاغراً الآن، هل يمكنك أن تشغليه؟ لما لا؟ فنحن معاً يمكننا أن نبني مدرسة مثالية للأطفال الذين يملكون مهارات خاصة، وأيضاً لن تغيبي عن الدروس. كان بإمكانك ألا تقولي هذا. هذا يكفي يا ابنتي، حان وقت النوم، أمك ومديرتك يأمرون بهذا الشيء، هيا الآن. فهمت، إلى اللقاء غداً. إلى اللقاء ابنتي الحبيبة. حان الوقت لتلك المخططات العظيمة إذن. أوه مرحباً، مع كل هذه الأحداث لقد نسيتك تماماً يا صديقي. الجميع ينساني عندما تنتهي أمنيته الخاصة به. لا عليك، لا يجب أن تحزن هكذا. أنا معتاد على هذا، يجب عليك أن تختاري أمنيتك الأخيرة، يجب علي أن أعود إلى سجني. أتعلم ما الذي أريد أن أتمناه؟ ماذا؟ قولي سريعاً. أمنيتي الثالثة الآن؟ هي حريتك أيها الجني.
ماذا؟ أنا أحررك أيها الجني، وأنا أريد أن تكون سعيداً وحراً وللأبد. لا يمكنني أن أصدق أنك فعلت هذا، لا يمكنني أن أصدق أن البشر طيبون إلى هذه الدرجة. أنا لست إنساناً عادياً. هل تعرفين كل شيء يا سيوزي؟ أمي قامت بإخباري بكل شيء، وبالمناسبة أقترح أن نصبح أصدقاء، فقد قمنا باجتياز الكثير معاً. أنا موافق، أهنئك يا سيوزي، فقد كان كل شيء كما أردته أنا. وهل كنت تعرف كل شيء منذ البداية؟ بكل تأكيد، لم أكن أرغب بخدمة صوفي، وعن طريق الخدعة وصلت إليك. والآن فقد أصبحت حراً، الآن اذهب وأفعل كل ما ترغب به. أتعلمين ما الذي أرغب به حقاً؟ وما هو؟ أن أدعوك يا سيوزي إلى موعد غرامي. تدعوني أنا؟ بالحقيقة لقد أعجبتني منذ البداية، لكنه لم يكن لدي إمكانية حب أحد أبداً، لأنني لم أكن حراً كما هو الحال، فعندها كان كل شيء سينتهي. وأنت أيضاً أعجبتني جداً، بغض النظر عن لون وجهك الأزرق هذا. سوف نعمل على هذا. وعليك تغيير ملابسك أيضاً، فإن ملابسك من القرن الماضي. ليس كل شيء دفعة واحدة أيتها الجميلة، بداية سنذهب إلى المقهى. بكل سرور.